قصص الآيات. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة. أوحى الله إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد الكعبة، فنهض إبراهيم عليه السلام من فوره ملبيا نداء ربه سبحانه، وسافر من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، حيث لقي هناك ولده إسماعيل عليه السلام، فسلم عليه وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قام إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام يجمعان الأحجار لبناء البيت الحرام، ممتثلين أمر الله تعالى بتطهير البيت من كل ما لا يليق به من الأقذار والأرجاس والأوثان، وتهيئته لاستقبال الطائفين به والعاكفين فيه والمؤدين للصلاة بداخله. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء وأصبح عالياً لا تصل إليه الأيدي، جاء إسماعيل بحجر فوضعه لأبيه، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى تم البناء واستوى، فكان هذا البيت بعد بنائه أول بيت بني في الأرض للعبادة. وأذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج امتثالاً لأمر الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من قصص الآيات.